مرحبا، تربية الأطفال. دائما من نسأل الأشخاص أو يسألون الناس دا حس عندك شخصيتين، أو إحنا نشعر بأنفسنا إنه عندنا شخصيتين، مرة هيج ومرة هيج. السبب التناقض اللي ربونا بيه أهلنا، يعني مثلا الأب يقول شيء للابن والأم تقول شيء عكسه تماما، ومرات الأب يقول شيء ورا ساعة يقول غير شيء. أبوس إيدكم لنجيب انفصام بالشخصية للطفل وهو ما له داعي له. مثلا الأب شي يقول للأم مو كل ما عزمك بنستلة بمر النخيل ما تخلين شي ما تاكلي وسمنانة، وهي تقول لك كرشك طالع مترة لي قدام، وفنيانكم تندارون على الطفل حبيبي أكل حتى تكبر. إذا بابا ما يريد ماما تاكل أو ماما ما تريد بابا ياكل، أني مثلا دا توكلوني ليش؟ تذبحوني على العيد؟ لو انت ايتها الام الجميله من تشوفين رجلك جبيك بارد اتحرك اتلحلح شنو هالبرود الاعصاب، وابنك وكح نار لك جبيك وكح خبلتني اقعد هادي، هو ايش راح توصل رساله؟ بابا هادي ما عاجبها، اني وكح ما عاجبها، انا شو اسوي هسه؟ لو ايها الاب الجميل من تريدون تروحون بيت بيبي يعني عمتك، فشو تقول له؟ تقول له حبيبي من تشوف عمه يعني ام امك تفل عليها، وانت شو تقولي له؟ حبيبي من نروح يم امي بوسها. الطفل ايش راح يصير بي؟ هلو بيبي. لو انت من تغلط عليه متعصب يا كلب ابن الكلب اسف للكلمه، ومن الضوج من امهم تسوي شيء مو صح يا ثوله يا حماره، هو ايش راح يصفن شي يقول؟ زي انا كلب وبابا كلب ماما شلون حماره؟ اكو عدم تناغم بين الدوغ والدونكيز، ما درسونا بالعلوم هيجي. علم النفس قال اعظم هديه ممكن تقدمها لاولادك ان تحب امهم، وانت كذلك اعظم خدمه تقدميها للاولاد ان تحبي ابوهم. ما نعيشهم في جو من التناقض وجو من الشيزوفرينيا لان راح تاثر على نفسيتهم جدا. لو انت قاعده ويا ابنك تشوفون مسلسل تركي من هالمسلسلات السخيفه اللي ما لها داعي، وطلع البطل الحلو المسمسم وقلتي هاي الحكاية، يعني هاي الزلمة تفتح النفس مو هذا الأجلح اللي أنا ماخذته، وابنك المسكين وين ما يروح يقولوا له إيش قد تشبه بابا أنت طالع على بابا، يعني هو أجلح وشهره طوط. لو أنت قاعد ومقعد بنتك بحضنك وده تشوفون أحد البرامج العربية حيث المذيعات الجميلات وقلت ذني النسوان مو هاي الجقمه اللي ماخذها، وبنتك حبيبتي وين ما تروح يقولها انت شبه ماما، اي انا اشبه ماما الجقمه. حسس امهم انه هي جميله راح يشعرون هم بالجمال، حسسي ابوهم انه هو مهم راح يشعرون هم بالامان. راح اعطيكم هسه مجموعه من التناقضات اللي كل شاب انت واني نشعر فيها باسرنا العراقيه. مرات تجي الأمية تقول لي حبيبي ألف بنية تتمناك، ومرات تقول لي ها منو تاخذك تتورط بيك، هسه تريدني لو تتورط بيا. مرات ست الحبايب تقول لك روح الله يوفقك دنيا وآخرة، ومرات تقول لك روح قلبي وربي غضبانين عليك اليوم الدين. مرات تجي ماما تقول لك راح نروح بيت أم سرمد، قعدي لا تسوين حركات مال أطفال لا يقون عليك خفيفة، وبس تطلعون من بيت أم سرمد تقول لك هاي شبيش قاعدة ساكتة بوما شي يقولون عليك ما تعرفين تحكي. شايف أبوك كل ما يشوفك لازم التليفون يقول لك دلدم لك كتاب ثقف روحك شوية، وبس يشوفك لازم أي رواية تريد تقراها هاي شنو اقرا دروسك وقت روايات. بالمناسبة هذا الكون سيء السمعة مال أدهم عادل. كل ما ترجع وانت طالع برا مرات ترجع من البيت أمك تقول لك مثل يوم جيت للبيت شايل بيدك علاقة مسواق مساعدنا، وبس تجي للبيت شايل علاقة هاي شنو منو ياكلها هاي صار لها أسبوع بالثلاجة. نبع الحنان من يشوف شوية سمنانة تقول لك حبيبتي نزلي وزنك مو الملابس راح أطق عليك، وبأول يوم تسوين بي ريجيم تقول لك تعالي نسوي دولمة اليوم. إذا قاعد هذا يقولوا لك شو اليوم ما سمعنا منك لا حس ولا خبر خير، وإذا قاعد تسولف وتحكي إيش بيك بالع مسجل ديسكوت. بس ملاحظة المسجل انتهى من التسعينات بعد ماكو شيء اسمه مسجل. يا رب أموت وأخلص وخذني يوم قبل تريدني أموت مو قاعدة على قلبك. مرات أبوك يقول لك هاي تشقد دهري وفاهي، تجي أمك تقول لك هاي إيش بيك 24 ساعة عصاب. أبوك من مزاجه عدل يقول لك ابني أنت مسؤول مني لآخر يوم بحياتي، ومن تصعد عنده يقول لك دي شوف لك شغلة ظل عالة علي. أما الجملة اللي موجودة في كل بيت عراقي ولازم كل أم تقولها أنت عوضي بهاي الدنيا ما أريد غيرك، وبس الضوج تقول لك أنا خسرت كل شيء على مودك. دي طب اسبح شبيك تحك جربيت خو ما جربيت كافي عاد أطلع خلصت المي ساعة بالحمام. لا واخر شيء اخر شيء من تقول لك ما حد يحلها غير ابني سيوفي،
ورا ربع ساعة انت رجل دجاجة ما تحل. بالختام تحية لكل اب ولكل ام اللي دا اتكلم بي كان شقها لكن موجود في كل اسرة عراقية. ماكو اب وام ماخذين بي اتش دي في تربية الاطفال وفلسفة فيزيولوجية الطفل، اكيد لا، علمونا اللي هم اتعلموا، لكن خلي ما يكون اكو تناقض، اكو مبدأ نمشي عليه بالبيت حتى شخصية اطفالنا والشباب اللي يطلعون ما تكون مهزوزة. هسا اريد الكل يمد ايده ويهز قصدي ويشير هذا الفيديو.